عارفين المهم انه زي ما المهندس عادل قال، كل شويه يطلع صاحب راي امين بيحترم الجمهور وبيحترم فكره وبيحترم عقله وبيحترم كونه راجل رياضي. ده كابتن وليد عبد اللطيف، زي قبل كده كابتن سامي الشيشيني، زي قبل كده كابتن حماده عبد اللطيف، زي الكابتن وائل الاباني. وائل الاباني كابتن خالد غندور عمال يجرجره المناطق، الحقيقه كان واضح جدا وصريح في جزئيه المدرب لما يبقى منتمي لنادي اخر، هل ممكن يفوت مباراه؟ هل يقبل وائل الاباني التلميح بهذا الشكل؟ رد الحقيقه رد محترم. وائل الاباني مثلا مسك فرقه المقاولين، تمام، وهيلعب مع الزمالك، والزمالك بينافس على الدوري مع الاهلي مثلا. ينفع تطلع على الهواء مباشره قبل الماتش مثلا باسبوع 10 ايام وانت هتلاعب الزمالك، تطلع تقول مثلا ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري؟ بشكل عام انا لو ماسك فرقه حتى في الدوري الممتاز وانا زملكاوي، ممكن اقول اتمنى الزمالك ياخد الدوري السنه دي، لكن لما اجي العب نادي الزمالك انا عايز اكسب. ما هو بص، السنه النهارده ما تقوليش فاضل 8 9 ماتشات، تمام، واجي اقول ايه انا هلاعب الزمالك الماتش الجاي ولسه بعديه في 8 ماتشات، وانا بقول كزملكاوي انا عايز الزمالك ياخد الدوري، اتمنى ان الزمالك ياخد الدوري. ده بعيد عن الماتش بيني وبينه. طب لو انت بمنطقك ده، طب ما نخلي انت كنت حكم، تمام، طب ما تكمل وتحكم للزمالك، مش انت عندك ضمير؟ انا ما كنتش حكم للزمالك. طب ليه مش تحكم للزمالك ليه؟ ما ده مش ما كانش هيبقى طبيعي هنا لجنه التحكيم او رئيس لجنه. طب وليه الطبيعي تبقى مدرب ضد الزمالك؟ لا ده طبيعي. طب ما ليه؟ ما انت ممكن تخسر من الزمالك، ما انت زملكاوي. ما يكسب ايه؟ ما يكسبني في الملعب، ايه المشكله؟ ما هو ليه بالدرجه الشبهات لازم تكون تصريحاتك برضو. التحكيم مختلف. لما اجي اقول انا مدرب، يعني معقوله كل اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك وبقوا مدربين مش هيدربوا عشان مش هيلعبوا نادي الزمالك او مثلا في النادي الاهلي؟ لا طبعا، استحاله. هقول لك مثلا كابتن عماد النحاس، الدور الاولاني كسبان الاهلي 2-0 الشوط الاولاني، تمام، صح، تمام، الشوط الثاني 3-2 في 30 دقيقة للنادي الأهلي وخلص الماتش 3-2، تمام بعديها أتمنى فوز الأهلي. مع احترامي من غير ما تسأل، عادي حالي. يعني شايف التصريح عادي طالما مش آخر ماتش. طيب ما هو نفسه الكابتن عماد النحاس اللي السنة اللي فاتت كسب الأهلي واحد. ما هو نفسه الكابتن محمد عامر اللي خرج الأهلي من بطولة الكاس، الكابتن مختار اللي خرج الاهلي، كل ده حصل. لكن لو هتيجي بقى نمسك على حتة المدربين وعواطفهم، كابتن علي ماهر خرجنا وكابتن علي ماهر واخد بالك، لكن لو هتيجي على جزئية انه مدرب ينطق بأمنيته، لا يا راجل، ده الكابتن طارق يحيى قال لك وهو هيلعب الزمالك، الزمالك لو خسر لا قدر الله مني منه كان بيلعب طلائع الجيش، الزمالك لو خسر لا قدر الله ده. لكن وائل الاباني الحقيقة حد محترم جدا في حتة دفاعه عن شرف مهنة التدريب للأهلي وللزمالك ولأي مدرب. مش معنى إنه يجاهر برغبته أو بأمنياته لفرقته ده يأثر على أمانته في العمل. يعني هو يعني أرجوك حط في اعتبارك إنه في أمانة وفي ضمير. العملية مش كده خالص، لا لمدرب أهلاوي ولا زملكاوي ولا غيره. في النهاية في شرف مهنة وفي ضمير وفي ربنا هيحاسبه. كل مدرب عايز ينجح. يعني وائل الاباني لو سئل تتمنى الزمالك يكسب ولا لا، يعني ازاي ما يقولش الزمالك؟ يعني اي واحد لعب في الزمالك هيقول لك الزمالك. والكابتن طارق يحيى لما طلع اعتذر لجمهور الزمالك على ان هو كسب. ايوه ممكن دي، بعد ما كسبوا يعتذر على مشاعر. انما قبل الماتش ما يقول، قبل ماتش معاهم ما يقدرش يقول انا اتمنى الاهلي يفوز. لا طبعا ما هو بيقول لي لما اجي العبه ما اقدرش اقول كده، بس كده. لكن اتمنى له ياخد بطوله، يتمنى له ياخد بطوله طبعا. ده كلام